السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومتابعين، وجمعتكم مباركة مقدما، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. عاجل بعد تحذيرات صنعاء للسعودية، السعودية تستدعي محافظ بنك عدن المعبقي إلى الرياض، وإلى التفاصيل. وصل محافظ البنك المركزي اليمني في عدن أحمد بن أحمد المعبقي إلى الرياض، وقالت مصادر مطلعة أن المعبقي وصل إلى العاصمة السعودية الرياض لإجراء مقابلات مع مسؤولين سعوديين ورئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي. وأضافت المصادر أن الجانب السعودي أبلغ العليمي بالتراجع عن قرارات التصعيد الاقتصادي، وأن أي خطوة ستؤدي إلى نسف مسودة خارطة السلام في اليمن والتي تم التوصل إليها برعاية من سلطنة عمان. وأشارت المصادر إلى أن السعودية بررت أيضا قرارها هذا بأن الأمم المتحدة ترفض التصعيد الاقتصادي من جانب البنك المركزي في عدن. ويأتي هذا الاستدعاء بالتوازي مع التحذيرات الأخيرة التي أطلقتها القيادات في صنعاء للنظام السعودي من مغبة نسف عملية السلام والعودة إلى مربع الصفر. ويأتي هذا الاستدعاء بالتوازي مع التحذيرات الأخيرة التي أطلقتها القيادات في حكومة صنعاء للنظام السعودي من مغبة نسف عملية السلام والعودة إلى مربع الصفر. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.